أهلا فيكم من جديد. جمعية عناية هي جمعية خيرية صحية تقدم خدماتها لكافة المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج عند توافر تقارير طبية وبحث اجتماعي صادر من إحدى الجهات الحكومية. تقوم فكرة الجمعية على أن تنسق ما بينها وبين المستشفيات أو المراكز الطبية لعلاج المرضى المحولين إليها من قبل الجمعية. جهد كبير حقيقة ويشكرون عليه تقوم بهذه الجمعية، لكن وش قاعد يسوون؟ خلونا نتابع هذا التقرير وبعده سيكون لنا حديث عن إسهاماتهم. فكرة إنشاء الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عناية لتتبنى عدة مشاريع لعلاج المرضى الفقراء والمحتاجين بالتعاون مع المحسنين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات الخيرية والمستشفيات الحكومية والأهلية. وتهدف جمعية عناية إلى تقديم خدمة الطبابة المجانية في المؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة وفي المخيمات العلاجية والعيادات المتحركة، وتقديم الخدمات التمريضية للمرضى المزمنين والمقعدين ومن لا عائل لهم، كذلك توفير الدواء غير المتوفر أو المتوفر، وتقديم خدمة الإمداد بالأجهزة التعويضية أو الداعمة التشخيصية. كذلك تهدف جمعية عناية إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي ومكافحة الأوبئة وتدريب الكوادر وتأهيلها وإقامة الندوات والمؤتمرات. للحديث أكثر عن هالجمعية ونشاطاتها ينضم معنا في الاستديو المدير التنفيذي لجمعية عناية الصحية الخيرية الدكتور عبد الله الشاجد. دكتور عبد الله شكرا لكم ويعطيكم العافية، حقيقة جهد وعمل مشكور تقومون فيه. حدثنا أكثر عن الجمعية، أهدافها، رؤيتها والأنشطة التي تقوم فيها، ويريت بعد تعطينا أرقام منها الإنجازات. اولا احب اشكر روتانا خليجيه على هالاستضافه الجميله وجزاكم الله خير، ونسال الله نجعلها في ميزان حسناتكم وجوه طيب ومسؤوليه اجتماعيه من هالقناه الطيبه. ثانيا احب اتحدث عن الجمعيه. بدايه الجمعيه كان عام 1428. الهدف من انشائها هو حاجه المجتمع سواء من سعوديين او مقيمين للعلاج، بحيث الفئه التي لا يغطيها التامين او ليس لها جهة علاجية تذهب إليها، فالجمعية بدورها تتحمل هذه الفئة من المحتاجين من الفقراء سواء السعوديين أو حتى المقيمين في هذا البلد المعطاء. الفكرة قامت على العلاج وأيضا التوعية والتثقيف الصحي. من ناحية العلاجية بدأ عندنا مشروع، وهو أول مشروع وهو العصب الحقيقة في هذه الجمعية، هو العلاج الخيري. بدأ من عام 1429 تحديدا. عالجنا ما يقارب 2700 حالة كعمليات، علاج عمليات من المتقدمين حتى عام 1436. كان هناك لدينا صعوبة صراحة في العلاج الخيري، بحيث كان المريض يتأخر ويأخذ وقت طويل إجراءات. في إجراءات، وأيضا الأطباء المتطوعين معنا هم أطباء حقيقة يراجعون التقارير الطبية وتحويلها إلى المراكز. فأنشأنا بفضل الله عز وجل واستخدمنا التقنية في أن يكون العلاج الخيري إلكترونيا، التقديم إلكتروني، ممكن للمريض أن يدخل على موقع الجمعية ويقدم الطلبات وأيضا يرفق المسوغات المطلوبة منه. مسوغاتنا بسيطة جدا، يعني إحنا نطلب تقرير فقط طبي. تقرير طبي يكون حديث، ونطلب منه تعريف إذا كان غير سعودي تعريف من الكفيل، بالإضافة إلى يكون إقامة نظامية، بالاستثناء إلى إخواننا اليمنيين صراحة والسوريين بسبب ظروفهم. فحتى الإخوة يأتون زيارة إلى المملكة الجمعية تتولى علاجهم. طيب دكتور عبد الله، أبرز العقبات اللي تواجهكم في عملكم، سواء مثلا يعني مع بعض الجهات الحكومية اللي تتأخر أو ربما ما تتجاوب، أو مثلا هل هناك عقبات مادية تواجهكم في تغطية تكلفة العلاج لما تكون في مستشفيات خاصة، أو يعني أعطيك الأوقات، أو أنه مثلا بعض المستشفيات الخاصة ما يتجاوبون في مسألة أنه
يدخلون الموضوع في إطار مسؤوليتهم الاجتماعية، أتكلم عن المسؤوليات الخاصة. نعم نعم، هو حقيقة أنا ما أخفيك الصعوبات لا يخلو يعني أي مشروع أو أي جهد من صعوبات، لكن إحنا نحاول بقدر الإمكان تذليل الصعوبات. حقيقة كانت في البداية هناك صعوبة في قبول حالاتنا في المستشفيات الخاصة بكوننا جمعية لا يعرف مدى التزام الجمعية في سداد هالالتزامات. بفضل الله عز وجل تغلبنا على هذه الصعوبة، والآن صار الجمعية سمعة جيدة عند جميع المستشفيات الخاصة، وصار حتى هناك مسؤولية اجتماعية حتى من المستشفيات. الآن قيمة تكلفة العمليات بالنسبة لنا بالتعاون مع جميع المستشفيات الخاصة صراحة على مستوى الرياض يعطونا أسعار رمزية جدا، يشاركون معنا أطباء صراحة على جهد كبير. بعض الأطباء إحنا لدينا حالة كانت الأسبوع الماضي لمريض يمني يحتاج، مريض حرب جاي من الجبهة اليمنية كان يحتاج إلى تقريبا 8 عمليات. عندما شعر الطبيب الاستشاري، هو لا يريد أن نذكر اسمه صراحة، لكن عندما رأى هالحالة هذه وكانت مكلفة جدا تقريبا، أذكر لي اسمه كرما، أذكر لي اسمه والله هو لا يستاهل، يستاهل والله يستاهل، حتى لو ما يبي بس يستاهل نقول يستاهل، لكن لعلنا إن شاء الله نكرمه عند أمير المنطقة صراحة لأنه يستاهل. طيب بتكرمونه أكرمه بعد عندنا اليوم والله بإذن الله. يعني هو صراحة لعلك تعذرني في هذه، لكن نستأذن منه ونكرمه صراحة يستاهل، وتكفل بالعملية مجانا رغم أن العملية كانت تحتاج إلى 180 ألف ريال تقريبا، 9 عمليات لها المريض. فأشكره صراحة وجزاه الله خيرا من المنبر، وجميع الأطباء المتعاونين معنا هم على هالمنوال صراحة. جميل. فالحمد لله، يعني الصعوبات موجودة لكن نحاول بقدر الإمكان تذليلها. ولا أنسى صراحة تقديم الشكر لوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية في تسهيل كثير من العقوبات للجمعية حتى نتمكن من علاج مرضانا. طيب أخيرا كلمة بتوصلها للمجتمع، توصلها للجهات اللي يتعاملون معاكم في أعمالكم، مستشفيات خاصة حكومية وغيرها؟ أنا أولا يعني من هالمنبر أنا أقول أنه الجمعية هي جمعية الجميع حقيقة. كل شخص يريد أن يشارك في الجمعية سواء بوقته سواء بماله، هو يتفضل عندنا. احنا موقعنا في مخرج 14 في حي الربوة، وايضا عن طريق الموقع الالكتروني في جميع المعلومات وارقام الحسابات. ايضا احنا نستغني عن اي كادر صحي يحب ان يتطوع، ايضا عندنا ايقونة في الموقع. جميل. للتطوع. وانا صراحة اهيب بجميع التجار، احنا صراحة مشاريعنا مكلفة جدا، وانت تلاحظ انه دائما الشيء الطبي غير مكلف حتى على الدولة. فإحنا نهدف أن يكون لكل مشروع عندنا وقف خيري يخدم هذا المشروع. وهذه رسالة وجهها لأي تاجر. طيب. إحنا على الرحب والسلام. الله يعطيك العافية، وإن شاء الله بالعكس رجال الأعمال يسمعوك ويتجاوبوا معاكم. وأنا حنا بنوجه بعد رسالة من باب مسؤوليتنا الاجتماعية نتحدث عن الأشياء المضيئة في البلد، ويا كثر الأشياء المضيئة عندنا في البلد خاصة في المجتمع المدني، جمعيات الخيرية، في قصص نجاح كثيرة في كل مكان عندنا الحمد لله في الديرة. احنا نوجه رسالة للأطباء، يا شباب ترى التطوع شيء رائع جدا، أعطوا شوي من يعني مسؤوليتكم الاجتماعية في التطوع، تطوعوا معاكم في الجمعية. وبعد نوجه رسالة للمستشفيات الخاصة اللي ما شاء الله تبارك الله خاصة كبيرة معروفة ما لا داعي نذكر أسماءها، تعاونوا مع الجمعية على الأقل قدموا عمليات مجانية، خفضوا التكاليف إلى تكاليف تكون قليلة جدا، يعني هامش ربحكم الكبير مرة قللوا يا جماعة على الجمعية الرائدة. شكرا لك دكتور عبد الله الهاجري، مدير تنفيذي لجمعية عناية الصحية الخيرية.